أنا الدكتورة شيماء سمير ضمرة، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، خريجة جامعة مؤتة للطب العام سنة 2012، درست فيها من عام 2006 ل 2012، بعدين تخصصت في طب الأطفال في مستشفى الأردن. بوجه رسالة شكر أول إشي لأهلي لأنهم دعموني دعم كبير من بداية مسيرتي من صف أول لها خلصت التخصص الحمد لله، لولا وجودهم في حياتي ما كان قدرت أكمل، وأكيد زوجي وإخواني وخواتي. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة دكتورة شيماء ضمرة. بداية نسعد مساكي. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. كلك زو. طبعا في البداية حضرتك أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة وحضرتك صاحبة عيادة بعمان، تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أهلا وسهلا فيكم. أنا الدكتورة شيماء سمير ضمرة، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، خريجة جامعة مؤتة بالطب العام سنة 2012، درست فيها من عام 2006 ل 2012، بعدين تخصصت في طب الأطفال في مستشفى الأردن لمدة 4 سنين، خلصت من مستشفى الأردن عام 2017، وبعدها توجهت للعمل في القطاع الخاص في أكثر من مستشفى، عملت في مستشفيات عديدة منها مستشفيات كانت مع اللاجئين السوريين، بعدين اشتغلت في مستشفى الأمل لطب الأطفال وحديثي الولادة لمدة 4 سنين، وهلا آخر لي 6 شهور فاتحة العيادة هاي جديدة. نعم بالتوفيق، بس تعرفيني بالتفصيل على أهم الخدمات اللي عم بتقدموها هون عندكم؟ عيادة للأطفال وحديثي الولادة نقوم فيها بعدة خدمات. أول إشي فحص المواليد الجدد منذ اليوم الأول، طبعا أنا بروح على المستشفيات بفحص المواليد الجدد منذ بعد الولادة، نشيك على صحتهم الجسدية، نتأكد من تطور الأطفال. بس ببلش الطفل يراجع عنا بالعيادة من عمر أسبوع لحد عمر 14 سنة، خلال الزيارات الدورية نشيك على صحة الطفل الجسدية، نفحص كامل للطفل، نشوف تطور الطفل. في خدمة عطاء المطاعيم، مطاعيم ضرورية للأطفال من عمر يوم لحد عمر 12 سنة. من الخدمات اللي بقدمها طبعا معالجة الأمراض العديدة، معالجة الأطفال، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجلدية. يعني إحنا بشكل عام هي طب أطفال عام، والحالات اللي بتحتاج لتحويل لأخصائيين فرعيين بنحولهم. نعم، ما هو سر نجاحك وتميزك كطبيب؟ عندك أي طبيب سر نجاحه وتفوقه هو إنه دائما يراجع معلوماته الطبية، دائما قراءة ومتابعة التطور الجديد في الطب. أي إشي دائما الطب بنحكي ما في بني آدم بوصل فيه يعرف كل إشي، دائما لازم نراجع معلوماتنا ونعرف كل مرض إيش الجديد فيه علاجه، مواكبة الأشياء الجديدة في أي في الطب الأطفال الحديث. نعم، برأيك إلى أي مرحلة تطور عنا القطاع الطبي بالأردن؟ المعروف أن القطاع الطبي في الأردن من أكثر القطاعات تطوراً بالنسبة للدول العربية اللي حوالينا وحتى دول الشرق الأوسط، وهي وجهة لكثير من الناس للسياحة العلاجية. يعني الطب عندنا تطور، عدد المستشفيات الخاصة تطور، الأجهزة اللي عم تجيبها القطاع المستشفيات الخاصة كلها مواكبة لأحدث التطورات العالمية سواء بأمريكا أو بأوروبا. أتوقع أن إحنا بنوازي التطور الحديث في أوروبا وأمريكا. نعم، إلى درجة كبيرة. بس احكي لي شوي عن أهم المشاكل والأمراض الشائعة حاليا بين الأطفال. صار خلال السنتين الثلاثة بعد موسم الكورونا أن الأطفال في وقت الكورونا كانوا معزولين عن بعض، فنلاحظ أن هذيك السنتين كانت عدد أمراض الأطفال قلت لأنهم ما عم يتعرضوا لبعض، ما عم يتعرضوا للعدوى. بعد ما انفتحت الدنيا وصارت الأطفال يرجعوا يشوفوا بعض ورجعنا للمناسبات الاجتماعية، الأهل عم بلاحظوا أنه عدد الأمراضات اللي عم بتصيب الأطفال متكررة بشكل كبير لأنه ما كانوا ماخذين مناعة من الأمراض، فالطفل عم بتواجه أي فيروس ما عنده مناعة عم بتصيبه، فالطفل عم بيمرض بالمرتين أو ثلاثة أو أربعة بالشهر، سواء أمراض جهاز تنفسي من نزلات برد، أمراض النزلات المعوية. يعني الشهر الماضي كنا عم نواجه فيروس الروتا، فيروس الأدينو، كل هاي الفيروسات اللي كانت تعمل أمراض جهاز التنفس الهضمي عفوا من مراجعة إسهال، وحتى في أطفال كانوا يحتاجوا دخول مستشفى بسبب دخول حالات الجفاف.
نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقولي له؟ أكيد نشكره صاحب الجلالة شكر كبير لاهتمامه بالوطن وحرصه الدائم على تطور الوضع الاقتصادي والطبي في الأردن الحبيب، ونشكره أكيد على دعم السياحة العلاجية في الأردن. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلتي لهي المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحبي توجهي رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أحب أوجه رسالة شكر أول إشي لأهلي لأنهم دعموني دعم كبير من بداية مسيرتي من صف أول لها خلصت التخصص الحمد لله، لولا وجودهم في حياتي ما كان قدرت أكمل، وأكيد زوجي وإخواني وخواتي. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع العيادة وطرق التواصل معكم؟ موقع عيادتنا في جبل الحسين مقابل مستشفى الكندي بشارع بئر السبع، في لنا طرق تواصل على طريق السوشيال ميديا وأكيد أرقام الهاتف اللي رح تظهر على الشاشة. شكرا لك. أهلا وسهلا. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الدكتورة شيماء ضمري على حسن استضافتها لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورتي ساسكو. أهلا وسهلا، شرفتوا. أسعد مساكي وشكرا لك. الله يسلمك، شكرا.